يا مساء الانوار. طبعا من دقايق خلصت مباراه الزمالك وانبي، وانا شايف ان دي فضيحه. يعني مع احترامي الشديد، الخساره شيء طبيعي وعادي لازم نتقبله، واحنا كجمهور نادي الزمالك بنتقبل الخساره قد ايه شيء عادي. ما انا مش زعلان، انا اللي زعلان عليه نادي الزمالك اللي بيوصل له للمرحله اللي هو فيها دي. هنتكلم بامانه يا جماعه وبدون هزار وبدون مجاملات. فرقه فيها الاسامي دي ما تكسبش، بس احنا مضطرين. والله انا عندي طلع فريق الشباب يلعب احسن من اللعيبه دي مع احترامي الشديد. اوباما لما يبقى كابتن نادي الزمالك يبقى عليه العوض ومنك العوض، ودي وصمه عار على تاريخ نادي الزمالك لما يبقى اوباما كابتن نادي الزمالك. لما يبقى في عندك لعيب اسمه اسلام جابر ورؤى والمسلوسي، يبقى انت توقع انك ممكن تنزل درجه ثالثه. اللعيبه دي تنزل درجه ثالثه مع احترامي الشديد. انتوا هتتفقوا معايا بقى تختلفوا، جمهور نادي الزمالك، انا زملكاوي، بس الحلقه دي بقى زحل للكل. وربنا انا بعرف اهلاويه، يعني ليا صاحبي وحبيبي اهلاوي متعصب جدا بيصعب، بيقول لي يا اخي والله انا بتصعب عليا اوباما، ده مستفز يا اخي، يفضل يقول ده مستفز، ده انا اللي اهلاوي وربنا مستفز لما بيبقى عندكم. شوفوا بيضيع الفرصه ازاي والبرود اللي عنده. وربنا في لعيبه عندنا يا جماعه، ودي لازم نعترف، احنا مشكلتنا في نادي الزمالك، والكلام ده للاهلاويه والزملكاويه. في حاجات مش هنتكلم فيها، بس في حاجات لازم نقولها، زي ما بيقول لك في روح الفانيلا عندهم هناك. ليه؟ لان في عقاب، مفيش هزار. النادي اهم من اللعيب، اهم من ابو تريكه والناس كلها، اهم. احنا شفنا في المان سيتي يا جماعه اجويرو ده كان احسن هداف، يمكن هداف التاريخي الاسطوري للمان سيتي، خد وقته ومشي خلاص. اجويرو ده كان الهداف التاريخي، ما انت فيش بقى، لا لازم نبقى ايه، ومش مفيش بالسلامه. احنا عندنا عشان اوباما جاب لك كعب ممكن يقعد عليه جماهير نادي الزمالك تسقف له العمر كله، عشان كده احنا بننزل بنطبل شيكابالا كعبين وجولين والكلام ده كله، مع احترامي اسطوره ولعيب مش هنختلف، بس الملعب له تركيز، عايز قتال في الملعب، عايز رجاله، هي ده اللي بنقوله، ده الفرق يا جماعه. مع احترامي الشديد انت عندك اسلام رؤى، وربنا ما يلعب كوره قدام البيت. رؤى ده ما يلعبش اسلام جابر. المسلوسي يا جماعه ده لو في النادي الاهلي وربنا كان اتعلق بعد ما شايفين ماتش الخمسه والغلطتين اللي عمله، وقسما بالله كان اتعلق قدام النادي الاهلي وما كان دخل ولا لمسوك كوره تاني. الجمهور كان اداهم له والاداره كانت اداهم له، لكن احنا بندلع. انا عارف ان احنا بنكمل، يعني بنكملها، بس انبي احق. ده النهارده يا جماعه انبي عندهم اللعيب اسمه ايه يا جماعه، ده نفخنا، وهم اتنين لعيبه، مصطفى شلبي وابوكا. مصطفى شلبي وابوكا غسلونا سرعات. وغير كده برضو انا بكلم الكابتن جوزوالدو فيريرا، انت مدرب كبير، وعشان انت مدرب كبير المفروض تعرف قدرات لعيبتك وقدرات فرقتك. جوزوالدو فيريرا النهارده بيلعب دفاع منطقه كالعاده، احنا شفنا بنلعب الشرقيه للدخان وبنص الملعب، بيلعب بنص الملعب يا جماعه دفاع متقدم، واي سرعات اي كرات طويله انت دفاعك الونش ومحمود علاء، وربنا لو هم فارقين ب 10 متر السرعات اللعيبه تانية هتسبق. وغير كده الطريقه دي تعملها امتى؟ لما تلاقي اوباما ضاغط، لما تلاقي زيزو ضاغط، لما تلاقي بن شرقي ضاغط، طارق حامد ضاغط، بيضغطوا على الفرقه اللي قدامك فما يدهمش مجال ان هم ينقلوا كوره. لكن اللي انت هتعمله دوت ازاي؟ انت بتلعب دفاع متقدم وسايب الفرقه الثانيه بتنقل. انت المفروض من الاساس ما تعملش كده، انت المفروض من الاساس واقف صح ضاغط عليهم، ساعتها العب. ساعتها العب لما تبقى ضاغط على مصطفى شلبي وبوكا كل واحد من تو من، ساعتها اعمل انت عايزه. لما الفرقه كلها تبقى 11 اسد في الملعب و10 لعيبه ضاغطين على ليهم من عند السردباكات بتاعتهم وانت ضاغط. انت النهارده ما في مين بقى يلعب معاكم؟ احترامي بن شرقي كفايه. بن شرقي ده انا من رئيس نادي الزمالك، ويا جماعه سيبك من فكر الاحترافي، انا مع المستشار مرتضى منصور، لازم الفرقه دي تمشي، مع احترامي ما تجادلهمش. لا طارق حامد يقعد، مع احترامي اللي ادى نادي الزمالك على دماغنا، ابو جبل يمشي، وبن شرقي كفايه. اللي اتمنى منك واتمنى من، يعني اتمنى تصدي اللعيبه دي، خدهم تقعدهم لاخر عقدهم، قعدهم بطلهم كوره. وربنا يا جماعه ما ينفع، وربنا اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مهزله، ومع احترامي الاهلي بيقع لانه مضغوط وبيلعب افريقيا. انت ايه اللي بيضغطك؟ ايه اللي بيوقعك؟ ما انا عايز اعرف انت ايه اللي بيضغطك؟ ايه ده انت مريح؟ فين اللعيب مش قادر تجري؟ عمر السعيد بيلعب بدماغه بس، ما تلعبش مع ارضي. خلاص يبقى انت تشغل الجناحات. عمر السعيد اذا موجود يبقى لازم جناحات توصل عشان نبقى نفهم كوره، لازم ابو الفتوح في الشمال يرفع، وعم حمزه المكسح
اللي ربنا يريحنا منه يروح ويرفع، لا بيرفع ده لا بيرفع ده، وما احترم حتى حازم امام يبطل كوره. احنا بنطبطب يا جماعه، حازم امام ده المفروض كان في الاهلي مشي وربنا من زمان يا جماعه، كان في لعيب الاهلي ما بيبقاش على حد عشان كده بيسبق. احنا بنطبطب بنفتكر كورنر للعيب، بنفتكر هدف جابه من 10 سنين، مفيش كلام ده. انت حلو تلعب موجود، مش حلو بالسلامه بيعك النادي يعلى كده، لكن طول ما انت بتطبطب وبتعلي في اللعيبه انت هتنزل. اللي بيحصل ده قله ادب ومسخره. تيشيرت نادي الزمالك كبير واللازم يلبسه 11 راجل اسود. الهزيمه انا معاك، احنا جمهور مثقف ويعني الجمهور ما عندناش مشكله نخسر، احنا بنحب نادينا اه، ومش عشان بيكسب، احنا بنحب نادينا بس لما يلعب كوره، لكن ما تلعبش وتخسر دي كارثه. لا بتلعب ولا بتخسر. واحد زي اوباما بيضيع وبيضحك، بن شرقي بيعمل اللي هو عايزه ولا حد بيبص له. ليه يا عم بن شرقي في داهيه، في داهيه بن شرقي في داهيه، مع احترامي يعني قعدوه بره قعدوه. ما عندناش غير واحد بس اللي بيجري اسمه زيزو، هو ده اللي بيلعب في نادي الزمالك بس، والباقي كله الله المستعان. ترى حامد بدا يخلص، بدا يخلص الراجل عمل اللي عليه يعني جزاه الله خير، كمل معانا لحد الفتره في الصيفيه دي كفايه، بس كفايه طارق حامد خلص بصراحه مجهوده كمان، والراجل عايز يمشي خلاص بالسلامه بالسلامه. بس انت تجيب ناس ثانيه بقى على بدايه ده 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 الوحيده اللي يعني اللي ماسكني، اللي انا خلاص، لان احنا مش عارفين نشتري لعيبه حاليا، ايقاف الكيد ومش عارفين نجيب لعيبه، فاحنا حاطين يعني مش عارفين نتكلم. لكن اللي بيحصل ده قله ادب ومسخره. كابتن حلمي طولان جملتين طويله، ايبوكا ومصطفى شلبي، انت بتلعب اثنين لعيبه ومع احترام ما فيش، اوباما مش موجود، بن شرقي مش موجود، عمر السعيد بيلعب بدماغه بس وانت ما بتلعبلوش، يبقى وجوده ليه؟ ده رقم بقى. مين تاني؟ اسلام رؤى ينزلك درجه ثالثه، رؤى نفس القصه، المسلوس انت بتلعب ناقص ست سبع لعيبه يا جماعه في الملعب اقسم بالله، ومحمود علاء والونش مخلصين. لو خدتوا بالكم الونش ما عادش بيقدر يجري، الونش فوق بس ومحمود علاء كده بس، لكن سرعات وربنا يعمله كوارث كوارث. وعلى فكره عشان تبقوا انتوا عارفين واسمعوا الكلمه دي كويس وحطها حلقه في ودانكم، ومن دلوقتي اعرفوا الزمالك هيخسر ياما الماتشات الجايه وبكره تشوفوا هيخسر ياما. وخدوا المصيبه ده، انا ربنا يستر ونلعب الاهلي بالطريقه دي، احنا ربنا يستر لو لعبنا الاهلي بالطريقه دي يا جماعه، ده احنا بنلعب الايسترن كومباني. طلع الحاج جوزوالدو فيريرا يقول لك احنا بنلعب فريق صعب، اخر فرقه في الدوري مغلوبه من طوب الارض، تقول فرقه صعبه؟ يا نهار اسود، امال لما تلعب الاهلي هتلعب الاهلي يا عمي، قفشه بقى وما قفشه ونص الملعب وبرسيتاو وتحركاته وحسين الشحات ومحمد شريف، يا نهار اسود، والسليه وديانج وعلي معلول من هنا، يا ده انت هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ما احنا لازم نتكلم بالكلام ده، احنا داخلين على كارثه. انت لما تلعب الاهلي هتتكشف، هتبقى فضيحه. يا جماعه لازم نحط الامور في انصاف، احنا امكانياتنا ما ينفعش نلعب دفاع متقدم مع جوزوالدو فيريرا، اللعيبه دي ما ينفعش تلعب دفاع متقدم، انت تدافع على 18 بتاعك وشكرا، حتى الاستحواذ مش هتقدر تعمله. ادي الفرقه الاستحواذ والعب انت مرتدات مش عيب. اللعيبه اللي عندك ما تقدرش تعمل اللي انت عايز تعمله، ما تقدرش تطلع القدرات دي، انت عايز 10 لعيبه ضاغطين وفرقه بتستحوذ ونص ملعب واجنحه بتزيد، ما عندكش الكلام ده بيحصل. سامحوني، هي هزيمه مستحقه لنادي الزمالك، بالعكس انا زملكاوي وما بجاملش. الماتش يخلص 3 4 لامبي، احنا مش موجودين، احنا أسوأ ما يكون النهارده، احنا الزمالك ما حضرناش، انا اللي صعبان عليا الناس اللي راحت الاستاد بس والله العظيم. المهم اهلاويه وزملكاويه اللي شافوا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وتصبحوا على خير.